الله معكم أحبائي المشاهدين، وسلام الرب يسوع بقلوبكم جميعا وين ما عم بتشوفونا بلبنان وخارج الأراضي اللبنانية. بحييكم أحبائي المستمعين، مستمعي إذاعة صوت المحبة يلي كمان عم تسمعونا وين ما كنتوا، إذا كنتوا ببيوتكم، إذا كنتوا بسياراتكم، إذا كنتوا على الطريق، إذا كنتوا بلبنان أو خارج الأراضي اللبنانية كمان بحييكم تحية من القلب. بحيي فريق العمل بلقائنا المميز يلي رح نتلاقى فيه نحن وياكم اليوم بحلقة جديدة من برنامجنا أربعة بنص الجمعة. أربعة بنص الجمعة الأسبوع الماضي كنت بلشت أنا وياكم نحكي عن الغيرة، وقسمنا الغيرة وقلنا أنه نحن الغيرة بتنقسم لقسمين. القسم الأول هي الغيرة على، وشفنا نحن أنه الغيرة على بتاخد منحيين إذا بدكم. المنح الأول هو إيجابي، وانطلقنا فيه من العهد القديم، وشفنا من العهد القديم غيرة الأنبياء يلي كانت أول شيء غيرة الله على شعبه، غيرة الأنبياء على شعب الله، الأنبياء يلي كانوا هني روح الله، الأنبياء يلي كانوا هني عم صوت الله ولسان الله. وكمان انتقلنا من بعد العهد القديم حتى نوصل للعهد الجديد، حتى نوصل للكنيسة، الغيرة على الكنيسة تنوصل للغيرة على الزوج والزوجة. إنما قلنا إنه هيدا الغيرة الإيجابية، إنما منشوف إنه مرات كتير هالغيرة الإيجابية بتتحول حتى تصير غيرة سلبية، وهالغيرة السلبية ممكن إنه تأذي. وأكيد فتنا بأمثلة كتيرة من هالأمثلة هيدي، لما منوصل نحن لحب التملك، من غيرتي أنا على الشخص يلي هالقد بحبه بوصل أنا وياه لحب التملك. واعطينا المثل يلي بتمنى انه كلنا نكون اخذنا هالمثل بعين الاعتبار. الحب هو مثل الطير، قلنا هالطير هيدا اذا شدينا عليه كنا ماسكين وشدينا عليه منخنقه، انما اذا كنا مرخيين لإله بطير. مشان هيك بدنا نعرف كيف نضلنا محافظين على هالحب يلي موجود فينا، وحتى ما تكون الغيرة على الحبيب او على الشريك الاخر هي مجال انه نخنقه، انه نقتله، او انه يفلت من ايدنا. اليوم بعدنا نحن وياكم عم نكفي قصة الغيرة، انما اليوم بدنا نحكي على الغيرة من. فاذا من بعد ما حكينا على الغيرة على، اليوم بدنا نحكي على الغيرة من. ومثل ما حكينا، يا هل ترى الغيرة من يعني انسان بغار من انسان، شخص بغار من شخص؟ يا هل ترى هالشيء هذا كان موجود بالعهد القديم؟ يا هل ترى هالشيء هذا كان موجود بالإنجيل؟ هلأ رح فوت أنا وياكم مثل العادي ونحاول أنه نتأمل ونحاول أنه نفكر تنشوف وين هالشيء هذا كان موجود بالعهد القديم، وين كان موجود بالعهد الجديد. كيف يا هل ترى هالغيرة هذه كانت هالقدي موجودة أو هي شغلة جديدة؟ بلش أنا وياكم بالعهد القديم ومنقول أول غيرة بلشت بالعهد القديم هي غيرة آدم وحواء من الله. يعني نحن منقول أنه عضوا الإيد يلي مدت لإلهم، أول شخصين عضوا الإيد يلي مدت لإلهم هن آدم وحواء. إذا منرجع للعهد القديم ومنشوف كيف ربنا خلق آدم، كيف ربنا كون آدم من بعد ما خلق السماء والأرض وخلق هالجمال كله سوا، وقعد يتأمل وراء الله أنما خلقه جميل. فإذا نفخ الله روحه بآدم وخلق حد منه حواء وسلطوا على الكون كله سوا، قال له كل شيء لإلك، قال له كل شيء لإلك. إنما منعرف أكيد كليتنا القصة، ما بدنا نرجع نحكيها. إنما الفكرة الأساسية يلي نحن بدنا نحكيها هي روح الشر يلي بتبلش تدخل بحياة الإنسان. هالإنسان يلي ببطل يكتفي. اليوم نحن بنقول هالإنسان هذا ما بيشبع. طب إنه شو بدك بالمصاري؟ طب إنه شو بدك بالجاه؟ شو بدك بالعز؟ شو بدك بالشهرة؟ ما أنت وصلت لأكثر مجال من الشهرة، من العز، من المال. طب ما نهايتك شو؟ ولا مرة الإنسان بفكر بالنهاية تبعيته، ولا مرة الإنسان بفكر طب إنه بعد هالشي شو؟ طب إنه أنا صار معي مصاري، وصرت قاعد انا باحسن بيت، صرت انا
اخذ احسن سياره وحطيت مصاري بالبنك وصرت انسان مشهور وكل الناس بتحكي عني وصرت وبعدين بعدين هل بعدين هي يلي نحن ما بنفكر فيها. وهون لا شبع يلي كان موجود عند ادم وحواء بنشوفه انه لا شبع تبعولهم من بعد ما ربنا اعطاهم كل شيء، يعني اعطاهم قال له جمالات هالدنيا هذه كلها سوا بتصرفكم، سموا الاشياء باسمائها، انتوا الاسياد، انتوا المسيطرين على الدنيا كلها سوا، اعطاكم من روحه، اعطاكم الجاه، اعطاكم السلطه، اعطاكم كل شيء. صاروا بدهم يزيحوا الله ويقعدوا محله. وتصيران آلهة، قال لهم الشرير، وتصيران آلهة. مشان هيك هل الكنفشية اللي كانت موجودة عند آدم وعند حواء يلي تمثلت بهالصورة الرمزية يلي هي صورة التفاحة يلي أكلوها، هي أكبر من قصة صورة التفاحة، هي فعل تمرد على إرادة الله، فعل رفض لإرادة الله بحياتي، فعل إنه قل له يا الله هالميزتين يلي أنت أعطيتني إياها، القلب حتى حبك وحب الإنسان الآخر، أنا ما بدي حبك ولا بدي حب الإنسان الآخر، والعقل يلي أعطيتني هو حتى أكون أنا عم فكر بخير هالإنسان الآخر وعم فكر أنا كيف بدي أعبدك وحبك، أنا بدي زيحك من راسي، بدي شيلك من تفكيري، والأكثر من هيك أنا بدي نصف حالي إليه محلك. فإذا هيدا هو فعل التكبر يلي وقع فيه آدم وحواء، وجرت بعد منه أفعال التكبر، وجرت بعد منه أفعال الخطية يلي دخلت على حياة الإنسان وفتنا فيها وما عدنا قادرين أنه نطلع لو لم يأتي يسوع المسيح آدم الجديد المخلص يلي نقلنا من حالة العبودية إلى حالة الحرية، من حالة الخطية إلى حالة النعمة، هالشغلات هودية اللي كلنا نعرفها. فإذا انطلاقا من هون بنشوف أنه فعل الغيرة بلش من بداية الخليقة، فعل الغيرة بلش من اللحظة الأولى، من اللحظة الأولى لما بلش الإنسان يستعمل عقله وقلبه بعكس إرادة الله، بعكس ما ربنا كان رايد للإنسان إنه يتصرف. مشان هيك نحن منقول إنه الإنسان حر، مشان هيك نحن منقول إنه الإنسان أول ما الله خلقه وأعطاه الحرية. بيقول من بعد خطية آدم العهد القديم لقد أصبح كواحد منا يعرف الخير والشر. فإذا صار هالحرية يلي موجودة عنده للإنسان، فإذا صار هالحرية هيدي صار إنسان يقدر إنه يميز بين الخير وبين الشر، إنما هالخير أو الشر يلي هو بيختاره هو مجبور إنه يتحمل نتيجته، هو مضطر إنه يحمل نتيجة هالخطأ هيدا يلي بده يعملوا بحياته. فإذا النتيجة شو كانت؟ أكيد أنه النتيجة يلي كانت أول شيء منشوفها أنه فعل التكبر يلي وقع فيه الإنسان، فعل التكبر يلي وقع فيه آدم وحواء دخلت الخطية، دخل الموت، كان في القصاص. مشان هيك نحن منقول أنه كان في يعني على طول بقول انا انه the other side of the stick يلي هي الميل الثاني من العصاية. اذا انا مسكت هالميل من العصاية واخذت هالقرار هيدا خلص النتيجة بطلت بايدي. فاذا هالانسان هذا يلي رفض ارادة الله بحياته، هلا منشوف انه الغيرة، انه مرات كتير انا الغيرة يلي بخدها مرات كتير بتوصلني لشغلات انا لا تحمد عقباها، ما بعرف ليش وصلت لهون، بس انا وصلت لهون. فإذا كان الموت، دخلت الخطية على حياتهم، دخل الموت، دخل الوجع، دخل الألم، دخل الكبرياء، ورطوا الكبرياء لأولادهم، لآدم، لقايين ولهابيل. وهذا الشيء منشوفه بالعهد القديم، أول جريمة صارت بالكون، أول جريمة صارت بالكرة الأرضية هو جريمة غيرة. قايين غار من خيو هابيل، ليش؟ لأنه الله قبل قربانه، لأنه الله شايف أنه هابيل هالإنسان هيدا عم بيقدم أفضل ما عنده
غار من خيه هو الإنسان يلي كمان كان قادر أنه يقدم أفضل اللي عنده. إنما هالغيرة يلي بتكون موجودة ومدفونة بحياة الإنسان ما بيعرف يتطلع على الشغلات اللي موجودة عنده، على طول بيتطلع على الشغلات اللي موجودة عند الإنسان الآخر. مشان هيك الإنجيل بالعهد الجديد لما بيحكينا عن الوزنات بيحكي أنه ربنا مش ممكن أنه يكون أوجد شخص على هالدنيا صدفة. أنت أوجدك على هالأرض، على بهالمكان وبهالزمان، بهاللحظة، بين هالناس، بين هالعيلة، بهالوطن، بهالمجتمع، أوجدك لأنه طالب منك شيء، لأنه حاطط بقلبك وزنة، أعطيك وزنة حتى أنت تتاجر فيها. إنما لما أنت بدك تاخد هالوزنة تبعيتك وتدفنها بالأرض وتتطلع بوزنة غيرك، ساعتها هون بلشت الأنانية تدخل، وهون بلش الكبرياء يدخل، وهون بلشت الغيرة سوستها تدخل بحياتك وتقدر أنه تبعدك عن الأساس اللي هو الله. فإذا انطلاء من هون منشوف أنه قايين، هل الوزن يلي ربنا كان عطيها في عنده ملكه، في عنده كل المقومات يلي موجودة عند خيو، كل واحد منهم كان بمجال، كل واحد منهم كان بيزرع، والتاني كان في عنده خواريف. إنما الواحد قايين كان عم بيقدم أفضل ما عنده إلى الرب، وهابيل كان عم بيقدم الشغلات التعتير يلي موجودة عنده، لأنه بالنسبة له هيدا هو الأفضل يلي لازم يقدمه، مع أنه مش هيك. مثل الوزن يلي أخده ودفنه، عطيك الله وزني، ما انت كمان شارك الله بهالخيرات يلي موجودة عندك. فاذا دبت الغيرة لانه طلع بخيه وشاف شاف شاف انه قربان خيه، بقلنا العهد القديم انه قربان خيه هو اللي عم ينقبل، انما قربانه مش عم ينقبل، وقرر هالغيرة تبعته قررت انه تلغي الاخر. شوفوا لوين الغيرة قادرة أنه توصل. الغيرة قادرة توصل أنك تلغي الإنسان الآخر، تلغي الإنسان الآخر. ولما بدك تلغي الإنسان الآخر بدك يعني أنت عم تقرر أنك تلغي اللي أوجده، لأنه هالإنسان هيدا إذا مخلوق على صورة الله وعلى مثاله بيشبه الله بشيء، بهالعمل الخيري اللي عم يعمله، أنت عم تقرر أنك تلغي عمل الخيري، يعني أنت عم تقرر أنك تلغي الله من حياته، تلغي الله من حياتك. وهون حكيت انا باحدى المرات انه في احدى المسرحيات الاجنبيه يلي بتحكي كيف كانت اول جريمه، كيف كانت اول جريمه، بحطوا ادم قال عم بفكر، عفوا قايين عم بفكر كيف بده يقتل خيه هابيل. اول شيء كيف انتفض، كيف الغيره تبعيته ما كانت عم تخليه يشوف الا بخيه، ما كان عم بيشوف إلا الأسود يلي موجود بخيه، قرر إنه يقتله. وهون الصورة، أول جريمة صارت بالكرة الأرضية، يعني لا كان في سلاح، لا كان في، ما كان في شيء، لا كان في سلاح، لا كان في رشاشات، لا كان في هودي. بعدين الإنسان بلش يعملهم، لما الإنسان بلش يخاف، لما الإنسان بلش يخاف من الإنسان الثاني يلي بده يغزيله أرضه. فإذا لأنه الغيرة، فإذا لأنه في عنده أكل خلينا نغزيه، لأنه في عنده مناظر خلابة خلينا نفوت عليه، رح نصلهم بعدين. فإذا بيصور قايين عم يقتل خيو هابيل إنه أول شيء بكز عسنانه وبيقرب لخيه وبيدفشه. من بعد ما دفشه بيوقع هابيل على الأرض، إنما بيطلع قايين انه خيه بيرجع بيوقف على اجرائه من اول وجديد، بيقرب وبيضربه وبيمسكه بايده وبيصير يشد، وبيطلع انه خيه بعده موجود. المهم بيحاول يعمل عده اختراعات حتى يلغي خيه من حياته، ما بيقدر. اخر شيء بيدفش خيه على الارض، بيوقع هابيل، بينبش قايين على حجر، بيلاقي حجر بيمسك الحجر وبيضرب خيه، بتكون أول جريمة. صورة كان عم يرسمها هيك المخرج يلي المبدع يلي كان عم بيصور لنا أول جريمة صارت بالكرة الأرضية، أول جريمة صارت بالأرض، عم بيحاول أنه يتصور كيف ممكن قايين يكون قتل خيو هابيل، يمكن قتلوا هيك يمكن لا. إنما
المهم يلي نحن بدنا نقوله انه هالفعل يلي صار فعل القتل يلي نتيجته كانت نتيجته فعل التكبر، فعل الأنانية، فعل الغيرة يلي كانت موجودة عند قايين، يلي جعلت منه انه يقتل خيه ويلغي خيه من حياته. طيب ما وقفت الشغلة هون، ما وقفت الشغلة هون. هلا بنشوف انه نحن الغيرة بلشت تكبر، ولما الغيرة بلشت تكبر منشوف انه نمرود تنمرد على الله، والغيرة الغيرة البشرية صار بده يقتل الله. بيخبرنا العهد القديم انه نمرود صار بده يقتل الله، انه الدنيا بطلت ساعته، العظمة اللي هو عايش فيها على الارض مش عارف انه هيدي كلها كالغبار، بلحظة من اللحظات بتروح، بلحظة من اللحظات بتنتهي. فاذا قرر انه يلغي الله من حياته. واكيد كلنا بنعرف قصة نمرود، هالصورة الحلوة يلي موجودة حتى يقلنا الله انه لقوي تتكبر، لقوي تكنفش، ولقوي تفتكر حالك انك مدري شو، برغشي قادرة انه تقضي عليك، برغشي قادرة انه تقضي عليك. وفعل الغيرة لم ينتهي هون بالعهد القديم، وأكيد إذا بدي صور كل أفعال الغيرة يلي موجودة ما بعود بخلص، إنما أنا أخذت نتفت صور من هون ومن هون حتى نقدر نحنا نوصل للفكرة يلي نحنا بدنا نقولها. هالفكرة يلي بتقول إنه يا جماعة هالغيرة مش بس موجودة من عنا هلأ، الغيرة موجودة من بداية التكوين. كمان إذا بنرجع نحن للعهد القديم ومنشوف الغيرة عند النسوان، الغيرة عند النسوان مش بس الغيرة عند الرجال، والغيرة عند النسوان يلي نحن اليوم منتهمها أنه المرأة بتغار، بس هيدا عم نشوف نحن أنه الغيرة موجودة وين ما كان. لما ربنا بيختاروا لإبراهيم وبيقول له اترك بيتك واترك عشيرتك وأنا رح أعطيك سلالة قد رمل البحر، بقلنا العهد القديم انه ابراهيم كان متزوج من ساره، وساره كانت امراه عاقر. طيب كيف ابراهيم بده يفهم رساله الرب لإله؟ بتقوم ساره بتقول له يا رجال حتى تفهم رساله الله لإلك، يمكن انا مره عاقر ما عم بقدر انه اجيب اولاد، بلكي بتتزوج الخادمه اللي موجوده عندنا يلي اسمها هاجر. بيقوم ابراهيم بيسمع لكلام زوجته، بيتزوج هاجر، وبيجي ابنه إسماعيل. من بعد ما شفنا أنه تدبير الله الخلاصي مش هون بينتهي، لأنه ربنا بيريد أنه سارة كمان يكون في عندها ولد. ومنعرف أنه ربنا لما بيبعث الملائكة بقصة صدوم وعمورة بيتلاقوا بإبراهيم وبيستقبلهم إبراهيم، وبيبشروا الملاك، بيبشروا الملاك وبيقول له انه زوجتك سارة رح بيكون في عندك ولد يلي هو ابن الوعد. فاذا هون بخبرونا انه سارة ضحكت، بس مش هيدي القصة تبعيتنا. من بعد ما سارة بتولد ابراهيم ولد اسحاق يلي بالنسبة لنا هو ابن الوعد. وهون سارة بلشت تحس بالغيرة يلي كانت موجودة عند هاجر، والهاجر بالغيرة يلي كانت موجودة عند سارة. فإذا هالغيرة يلي كانت موجودة عند هالشخصين هودي جعلت من سارة أنه تجي لعند إبراهيم وتقول له شوف شو بدك تعمل، خلص الشغلة ما عادت مقبولة، مشان هيك بدك توديها هي وابنها. وهيك صار. بخبرنا العهد القديم أنه بيعطيهم شقفة أرض وبيطلب منهم إنهم يروحوا حتى يصيروا سلالة، صاروا سلالة. إنما هالغيرة هذه اللي كانت موجودة من هذيك الأيام، وشفنا النتيجة تبعيتها. ننتقل أكثر أنا وياكم حتى نشوف إنه الغيرة، فإذا الغيرة كانت موجودة بين الرجل والإمرأة وبين الله، الغيرة اللي كانت موجودة بين الإخوة، الغيرة اللي كانت موجودة بين النساء، كمان منرجع منشوف الغيرة الأكبر
يلي كانت موجودة بين جماعة الإخوة. مشان هيك اليوم نحن لما أي إنسان بيبرز بالمجتمع منشوف إنه أول شيء الأقارب تبعوله بلشوا يغاروا منه، أو الحب تبعولهم بيكون حب مصلحة، شو فينا نسحب منه، شو فينا ناخد منه. هيدا الشيء منشوفه مع إبراهيم، مع يوسف. إبراهيم ولد إسحاق، إسحاق ولد يعقوب، يعقوب كان في عنده 12 ولد. هالتناشر ولد كان في عنده ولدين كان يحبون كتير، يلي هني بنيامين ويلي هني يوسف. وبيوم من الأيام يوسف بيبصر بنومه إنه بيو لبسوا العباية وما بعرف شو، خبريه وإخوته 12 كوكب ركعوا قدامه. وهذا الشغلة بالإضافة إنه بيو كان يحبه زيادة عن اللزوم، قالوا الإخوة إنه أنت بدك تنصب حالك والي علينا، وأنت بدك تعمل حالك كبير علينا، ودمروا له الشر. دمروا له الشر من وراء منام، من وراء منام، لأنه هذا المنام بده يتحقق. فإذا هو بده يصير الرئيس علينا، إذا هو بده يصير الرئيس علينا فإذا خلينا نخلص منه. وقرروا أخوته أنهم يخلصوا منه، مثل ما قايين قتل خيو هابيل، هني خافوا أنهم يقتلوا لخيهم، قالوا خلينا نكبوا بهالبير، خلينا نكبوا بهالبير. كبوه لخيهم بهالبير على أساس أنه يا أما بينتهي يا أما بيجي حدا بيخلصه. وأكيد قصة يوسف كليتنا منعرفها، كيف ربنا خلصوا لهالإنسان هيدا. هونيكي قايين قتلوا لخيه، إنما هوني يوسف ما مات لأنه كان في رسالة بعد بده يكفيها. برجع بقلكن إذا بدي أحكي أنا وياكن عن الغيرة اللي موجودة، الغيرة موجودة وين ما كان. فإذا موجودة بين الرجال والرجال، بين الإخوة، بين الرجال والمرأة، بين النسوان بين بعضهم، بين كل الناس، فإذا الغيرة موجودة عندهم. فإذا الغيرة على والغيرة من، إنما الأذية اللي موجودة من الغيرة من، إنه ما بتخليني بقى أقدر أطلع، ما بتخليني بقى أقدر شوف من هالبياض كله سوا إلا النقطة السوداء يلي بتكون موجودة. رح كفي أنا وياكن ونفوت شوي على العهد الجديد. أكيد تنشوف نحن أنه العهد الجديد، هل الغيرة كانت موجودة؟ المرة الماضية أنا قلت لكم أنه الفريسيين كان في عندهم غيرة على، كان في عندهم غيرة على الدستور، كان في عندهم على التوراة، كان في عندهم غيرة على كتاب الله. هالأشخاص هودي كانوا صحيح أنه هني كانوا الغيرة تبعيتهم يمكن كان فيها ازدواجية، وما حدا كمش الازدواجية إلا يسوع المسيح. إنما هالأشخاص هودي كان في عندهم الغيرة تبعيتهم، والغيرة تبعيتهم كانت ظاهرة لأنه كانوا مرجعية للناس يلي كانوا يروحوا لعندهم وكانوا يطلبوا منهم أنهم ينورون. رح اضطر أكتر وأكتر أنا وياكم للعهد الجديد من بعد البريك، شغلة طويلة والغيرة بعدنا بالكتاب المقدس بعد ما فتناش على حياتنا العملية. بعد البريك برجع أنا وياكم. إذا رجعنا نحن وياكم يا أحبة من بعد هل أكيد الغلط التقني اللي بيصير، وهذا الغلط ممكن أنه يصير وين ما كان، وممكن نحن أنه بيصير. إذا خلينا نرجع للموضوع يلي كنا عم نحكي فيه. فإذا هالخطأ وهالغيرة يلي كانت موجودة عند الفريسيين هي يلي جعلت منهم أنهم يثوروا على يسوع المسيح ويرفضوا يسوع المسيح ويدمروا له الشر. شوفوا الغير اللي وين قادرة انه توصل الانسان. يعني مرات كتير منشوف انه حاولوا انه يقتلوه، لكن المسيح كان بقلنا الكتاب العهد القديم كان يجتاز فيما بينهم، كان المسيح يمرق فيما بينهم لهالاشخاص هودي لانه وقته ما كانش. فاذا هالفريسيين يلي كانت الغيرة يلي موجودة عندهم هي غيرة على، بنفس الوقت فإذا هي كانت غيرة من يسوع المسيح.
هالغيرة يلي كانت موجودة عند يسوع المسيح مش بس كانت موجودة من الفريسيين، إنما كانت موجودة من التلاميذ. منشوف إنه التلاميذ فيما بينهم كانوا يغاروا من بعضهم، كانوا يحسوا فيما بعضهم إنه ليش هو مش أنا. يعني لما منطلع نحن منشوف إنه تلاميذ ابناء الرعد يلي بيسموه، لما اجوا لعند يسوع واحد منهم قعد على يمين وواحد منهم اجى قعد على شمال، وجايبين امه معهم، وقالوا له ليسوع المسيح: طيب يا رب، بكره لما انت بتروح بملكوتك طلو خلينا نحن واحد منا يقعد على اليمين وواحد منا يقعد على الشمال. هيدا هو التفكير يلي كانوا هني عم بيفكروا فيه. انما جواب يسوع المسيح كان غير. جواب يسوع المسيح قال لهم: انتوا مستعدين انه تشربوا الكاس يلي انا عم بشربه؟ قالوا له: نحن مستعدين. قالوا: انتوا مستعدين انه تموتوا الموت يلي انا رح موتها؟ نحن خراطيش فردك، نحن مستعدين. فاذا بوقتها يسوع بيقول لهم: هودي رح بتعيشون، انما الجلوس عن يميني وعن يساري هيدا محطوط ليلي مكتوب لالهم. بس الاكثر من هيك بنشوف انه التلاميذ بلشوا يبروا عليهم. ما عم يشبعوا. مين مفتكرين حالهم؟ ليش هني بدهم يكونوا افضل منا؟ ليش هني بدهم ينصبوا حالهم مسؤولين؟ ليش هني بدهم ينصبوا حالهم مسؤولين علينا؟ فاذا هودي هني الكلمات يلي كانوا عم بيقولوها التلاميذ بالوقت يلي كان هالشي هيدا عم يتداول بين الرسل وعم يتداول بين التلاميذ فيما بينهم. أكثر من هيك بنشوف نحن أنه التلاميذ كان في عندهم غيرة من مربولوس، خاصة أنه مربولوس هيدا هو الإنسان يلي كان عم بيقتل المسيحيين، هيدا هو الإنسان يلي كان في عنده هالقد حقد على المسيحيين من بعد ما تم الارتداد. غاروا منه لمربولوس لأنه صار في عنده شعبية، غاروا منه لمربولوس لأنه أول شيء كانوا نأذنين منه. بس أكيد كل إنسان بينجح، كل إنسان هالقد بيكون في عنده حضور، وهالقد بيكون في عنده كاريزما، نطلع نحن أنه على طول في الغيرة كانت موجودة عندهم. فإذا هودي هن الشغلات يلي نحن عم نشوفها يلي كانت موجودة عند الرسل، هودي هن الشغلات يلي كانت موجودة عند التلاميذ. فإذا من هون حتى نقول إنه الغيرة يلي نحن عم نشوفها والغيرة يلي نحن عم نحس فيها، هيدي الغيرة هي غيرة موجودة بالطبيعة البشرية، موجودة بالإنسان كله سوا، هي يلي عم نشوفها نحن اليوم. فإذا من خلال إذا بدكم هالنظرة البيبلية يلي طلعنا فيها وشفناها، من هون نحن بدنا نقول إنه الغيرة موجودة بالإنسان يلي على طول بيطلع نظرة حسد، نظرة أنانية. ليش هو مش أنا؟ فإذا ما بيشوف إلا الشيء اللي موجود عند غيره مثل ما حكيت، وما بيطلع بالمواهب الكتير يلي موجودة عنده، ما بيعرف يقشع الشيء اللي موجود عنده، بس بيعرف يقشع الشيء اللي موجود عند الإنسان الآخر، وكون هالإنسان الآخر موجود عنده، فإذا أنا بدي أرفضه، أنا ما بدي إياه. فإذا رح بلش أنا وياكم هلأ بعائلتنا، بمجتمعنا، بالعائلة الصغيرة. إذا منطلع نحن بالعائلة الصغيرة، الولد الصغير بغار من خيه، من خيه الخلقان جديد، وبيلاقي عدة طرق إنه يأذيه. كيف قايين قتل خيه هابيل؟ هذا الصبي يلي بعده ما بيعرف الشر، بصير ينبش على طرق، يمكن بيجي لعند خيه وبيشد له على ايده: انا عم لعبه ماما، انا عم بلعب معه. او بيقرب لعند خيه وبيضربه، او بيقرب لعند خيه وبيحاول انه يأذيه. هودي كلهم شغلات عم بيحاول انه يقولها بالغريزة يلي موجودة عنده، عم بيحاول انه ما تحبه اكتر، ما عم بتحبني لالي، حبني لالي. هو نو، هو ما تحبه، أنا اللي لازم أنحب، أنا الأفضل، أنا الأحسن، أنا الأجمل. مشان هيك مرات كثير نحن بنيجي بنصير نلعب مع الأولاد، بنقول لهم:
خيك نو ان احنا منحبك لإلك، انت الشاطر، انت اللي بتفهم، انت هودي الشغلات منبلش نحط له اياهم براسه. مش عارفين نحن انه نحن عم نكبر له، اذا بدكم الغيره يلي موجوده عنده، يلي ما بقى عم بتخليه يشوف الا حاله. يعني لما انا بيجي لعند الولد وبقول له نو انت احسن من خيك، يعني انا شو عم بعمل هون؟ بدون ما اقول له حبيبي انا بدي احبك لإلك، وانا بدي احب خيك لانه انتو اتنيناتكم حلوين، انتو اتنيناتكم الله بعتكم، بعتكم لإلي، انتو هديتي، انتو اكسترا، كل الشغلات البوزيتيف. البوزيتيف يلي انا لازم احط له اياها براسه للولد. ليش؟ لانه الولد مبني على التراكمات. يعني انا بدي اعطيه كل شيء، انا بدي اعطيه هو كنايه عن تراكمات بدها تصير بحياته، يلي هي بدها تخلق الشخصيه تبعه، يلي هي بدها تخليه يوقف بيوم من الايام يا اما انسان مثل ما بيقولوا المصار ملوى هدومه، انسان ملوى هدومه مقتنع بذاته، عارف المواهب اللي موجوده عنده، يا اما بده يكون انسان معقد والتعقيد تبعوله على طول عم يتطلع بالانسان الاخر ومفتكر حاله هو في عنده كومبلكس انفيريوريتي، مفتكر حاله هو انه اقل من غيره. هودي كلهم انا اللي بدي ربيهم فيه، هو كلهم انا الافكار اللي بدي ازرع له اياهم بحياته. فاذا ما بعطيه انا السلبيه، ما بعطيه انا السلبيه، ايه انت احسن من خيك، ايه برافو انت احسن من خيك، بس خيك صغير بعده بيعمل بيبي تحته. هودي الكلمات يلي بتقولوا لهم اياهم لاولادهم مش مزبوطين. فاذا لا، بدك تقول له خيك هيدا يسوع هو يلي بعته، وكمان مثل ما بعتك لك، وانت وخيك بتكون تعيشوا تحبوا بعضكم، وانت وخيك بتكون تحطوا كل شيء بوزيتيف بعقله لهالانسان، لانه انتم من هون بلشتوا تبنوا له الشخصيه تبعوله. من هون انتم بلشتوا تبنوا له الشخصية تبعوله، مش تحطوا روح التحدي وروح التنافس بين بعضهم، لأنه هيدا روح التحدي وروح التنافس بكفي بين الأولاد. لما بيكبروا شوي الأولاد بصيروا بيختلفوا مين بدو ياخذ اللعبة، هيدي اللعبة لإلي، لا هيدي اللعبة لإلي. بيجي أنا لعند الكبير بقول له معليش بابا، معليش ماما، خيك أصغر منك، بشلحوا اللعبة وبعطيها لخيه. غلط. ليش بدي شلحوا اللعبة؟ ليش؟ لانه صغير، مش عارف انا انه هودي الافكار انا عم فوتها براسه للولد. ايه لانه خي صغير، انا اللي انا بياخذ يلي بده اياه، وانا الكبير، انا اللي مش نافع، انا اللي مش طالع مني، انا كذا انا كذا انا كذا. والشغله بتتقدم اكثر واكثر، في اشخاص موهوبه في اشخاص مش موهوبه. هيدا الولد يمكن مرات كثيره بيعمل كونتر اتاك، والشيء اللي بيعمله بحاول انه يبرز لامه وبيه انه هو موجود. وبالعكس الولد الغنوج يلي منطلع مرات كتير ومنشوف انه مش طالع منه شيء، بس ليش؟ لانه غنجنا نحن كل الوقت. والمشاكل بتكبر والمشاكل بتتطور اكتر واكتر، ومنشوف الغيرة بتكبر بين الاخوة. وهودي كلهم انطلاقا من تربية الاهل الغلط، انطلاقا من الافكار يلي عم بحطوها الغلط. يمكن ولد يكون مشوه، يمكن ولد مش، يمكن ولد اجمل من ولد، يمكن ولد اذكى من ولد، يمكن هودي الشغلات موجوده. بدون ما انا اجمعهم حتى يكونوا عن جد عم بحبوا بعضهم ومميز ولد عن ولد، انا بصير اعمل كومباريزون بين الاولاد. انت مش طالع منك شيء، انت غشيم، انت كذا، انت طلع خيك يقبرني، خيك هذا يقبرني ما بحس فيه. قديش بنقولهم، قديش بنسمعهم عند الله، يقبرني هذا ما بحس فيه، بس هيدا مو ايه شائق الارض وطالع منا، بس يقبرني هيدا. ليش هيدا يقبرك وهذا ضروري؟ يعني نعمل دفن موتى ونقعد نجنس كل الوقت؟ يعني مش ضروري، لا هيدا يقبرك ولا هيدا يقبرك، ومش ضروري لا هيدا يقبرك، اكثر شيء يقبر عند الام. مش ضروريات هودي الشغلات، انه هيدا هيدي عين وهيدي عين، هيدي عين وهيدي عين. مش ضروري انه يكون في تمييز. ولازم تعرفوا انه ما حدا بيخلق مثل التاني، ومش ممكن اولادكم يكونوا يشبهوا بعضهم، ومش ممكن اولادكم انه انتو تمشوهم مثل ما انتو بدكم، لانه هيدا بيسمع اللي بده اياه، يلي بيقلوا اياه بيو، هيدا احسن وهيدا افضل، وهيداك لانه ما بيسمع، فاذا هيداك مش طالع منه شيء. مش مزبوط هالروح التنافسيه يلي ممكن انتو انه تحطوها عند اولادكم. وهلا اكتر شيء نحن منتطلع بالعائلة، منتطلع مين هو الغنوج اكتر شيء؟ يمكن الكبير والصغير، وهوديك اللي جايين بالنص فرافيط رايحين بظهر البيعة. بس على طول الام والبي، وخاصة الصغير
خاصة الصغير بنشوف انه على طول هو الغنوج، على طول هو اللي بده اياه بيقدر انه يحصل عليه، بيقولوا لك انه هذا اخر العنقود. فاذا هالتربية يلي نحن عم نربي اولادنا عليها للاسف انه مرات كثيرة عم بتكون تربية خاطئة، مع انه نحن تطورنا وعلم النفس تطور وما في حدا بقى، ما بقى في عيلة مش مسقفة، ما بقى في ام، ما بقى في باي مش مسقفين، الكل مسقفين، انما ما فينا نحن نكون بهالنفسية الغلط يلي نحن عم نزرعها بروح اولادنا، يلي نحن عم نزرعها بين بعض. مشان هيك بنشوف انه نفسية الاولاد بتتغير. في الولد يلي بيكون ساير، مثلا انا في عندي تلاميذ مثلا بعلمهم مسرح صغار من يعني بعمر 7 سنين ل13 سنة، من 3-4 أيام صار معي حادثة كتير 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 مهمة. في عندي ولد كتير موهوب، وفي كمان أخته بتدرس معه. هلا الظاهر إنه الأم بتحب البنت أكتر، الصبي شاب حلاوة وقادر إنه يكون جون برومييه يعني بالمسرح، لأنه شاب حلاوة في عنده شوية مشاكل عم تشرشده، والدور يلي عم بيأديه هو دور رائع. بيجي انا لعنده للولد وشو بقول له انت يا صبي خطر، مستقبلك خطير لانك انت كتير شاطر. لك البوزيتيف يلي انا عم حطه انا بفكره انه انت بس ما تكبر الخصي براسك وتفتكر حالك اهم من غيرك. لما خلصنا بتجي لعندي الام بتقلي ابونا طيب انت بالادوار يلي انت عم تعطيها، واكيد انا الادوار مش خالصه، اللي يا ابونا انت بالادوار يلي عم تعطيها انت عطيه لفلان كذا، بس اخته مش عطيها ادوار حتى تبين الشطاره اللي موجوده عندها، مش عم تعطيها حتى تبين الشطاره اللي موجوده عندها، هو مش طالع منه شيء. ولك كيف مش طالع منه شيء؟ كيف بتقولي له مش طالع منك شيء؟ ليش بدك تقولي له مش طالع منك شيء؟ ليش بدك تقولي له انه اختك الشاطره وانت اللي مش طالع منك شيء؟ مع انه بالعكس هيدا الصبي موهوب، ليش بدك تجرحيه بهالجرح هيدا؟ هودي الشغلات الصغار يلي نحن بنفتكر حالنا عم نمزح مع اولادنا، بنفتكر حالنا انه نحن الشيء اللي عم نعمله هو شيء بسيط، بس لا، هيدا شيء مش بسيط، هيدا الشيء بيدخل براسه، هيدا الشيء بيدخل بتفكيره، لانه هو بمرحله التراكمات، وهالتراكمات هيدي اللي عم تبني له شخصيته. مشان هيك هالاشخاص هودي بتشوفهم في ولد بتشوفوه بحر كل الوقت، والحركه اللي بيعملها شو عم بيقول لك؟ عم بيقول لك حبني، عم بيقول لك ما تميز خيي، ما تحب خيي اكثر مني. ليش الولد بيجي بفركش لك كل شيء، بيمسك الاغراض وبكب لك اياهم؟ ليش هذا الولد هالقد ورش؟ هالولد هذا ورش لانه بس عم بيقول لك انه انا موجود، مش بس خيي اللي موجود، مش بس رفقاتي اللي بالصف هن اللي موجودين، أنا موجود. عم بيعبر بطريقة ما تيقول لك إنه أنا موجود، بدي إياك إنك تحبني، بس هالتعبير تبعوله عم بيكون غلط. إذا انطلاقا من هون، هل التراكمات يلي بتصير بحياة الإنسان مرات كتير نحن اللي منحط الفكرة الغلط، مرات كتير نحن يلي يعني في ولاد منشوفهم إخوة، واحد بتيجي بتعطي ساندويش بيجي بيقتصم الساندويش، انا ما رح اكله لالي، انا رح اكله انا وخيي او انا واختي. شو حلو هالنفسيه الحلوه اللي عم يتربوا عليها الاولاد. وفي عندك نفسيه الولد انه لا، هيدا لالي، هيدا الشيء لالي انا مش لخيي. فاذا هودي انتم اللي عم بتربوهم، هودي انتم يلي عم تحطوا لهم افكارهم، انتم اللي عم تبنوا لهم شخصيتهم. يعني الولد هو مثل ورقه بيضاء، هالورقه البيضاء انتم الرسامين يلي عم ترسموا له الصوره كيف بدكم اياه انه يكون. يا اما بدكم اياه انه يكون شخصيه حلوه في عنده من نفسه، قادر انه يحب وقادر انه ينحب، يا اما انتم بتكون تكبروا له الخصي براسه وتكبروا له الافكار براسه وتقولوا له انه انت العظيم وانت اللي ما في مثلك بخلال كل كلمه انتم عم بتقولوا له اياها. يا اما مرات بنشوف انه بنحط الاجريسيفيتي بحياته، يعني
لما الباقي بيجي لعنده اكل قتله، خد هذا الفرد روح اوصه. اوف، لا يا بابا، لا يا بابا، وينك رايح؟ خد هيدا الفرد وروح اوصه. قديش نحن بس نحن عم نمزح معه، مش مزحه، مش مزحه لولد بهالعمر، مش مزحه انك تقول له خد الفرد وروح اوصه، لانه هيدي المزحه فاتت براسه. هيدي المزحه هو بفكر، هو بعده بفكر انه بيه هو الاله وامه هي الالهه. ليش؟ لانه بيطلع ببيه وبيشوف انه بيه الكبير وهو الصغير. فاذا كل كلمه انت بدك تقول له اياها يا بابا، وكل كلمه بدك تقول له اياها يا ماما، بده ياخذها على محمل الجد، بده يحملها على محمل الجد. ياما اوقات الاهل ابنه قاعد بيشيل الرصاصه او من الفرد وبيعطي الفرد حتى يلعب في ايه، خليه يكبر تيطلع ذكر. كيف يعني هذا؟ شو هالتعبير؟ شو هالتعبير انه هيك يعني اذا حمل فرد بيطلع ذكر؟ شو هالتعبير الغلط؟ شو هالمفهوم الغلط يلي نحن بنعمله؟ فاذا انا بطريقه تربيتي يلي انا عم ربي ولادي، انا عم عيش الغلط، وانا عم حطهم على المهوار، عم كبر نفسيه الانانيه يلي موجوده عندهم، عم خليهم اكثر واكثر يحسوا انه كل شيء بدهم اياه لالهم، كل شيء بدهم اياه لالهم. مشان هيك الانسان الغيور بيجرح، بيحطم، بيأذي، ولا يرف له جفن. آخر هم بالنسبة لإله، خربت عمرت، آخر هم بالنسبة لإله أزية، الأزية ربع عليها، لأنه إنسان لا بيرتاح ولا بيريح. الإنسان الغيور مش ممكن أنه يرتاح، ومش ممكن أنك ترتاح معه. يعني إذا منيجي منطلع نحن بالشيء اللي عم بيصير بمجتمعنا كله مبني على الغيرة. يعني إذا أنت إنسان بارز، إذا أنت إنسان بارز ببيتك، إذا أنت إنسان بارز بمجتمعك، إذا أنت إنسان الناس بتحبك بتطلع وبتشوف أنه كتروا الأشخاص اللي بيغاروا. ليه؟ هالأشخاص اللي بيغاروا منك لأنهم تربوا على نفسية أنهم ينتقدوا، أنهم يجرحوا، أنهم يحطموا، أنهم يأذوا، لأنه بالنسبة لهم هني لازم يكونوا الأولين، هني لازم يكونوا الأولين. ومشان هيك منيجي منطلع منشوف إنه النفسية الضعيفة، منيجي منطلع ومنشوف إنه الحسد والأنانية ربيوا معهم لأنهم هيك تربوا. يعني في عندكم أولاد الأم بتقلها للبنت أنت الكوين، أنت الكوين، يعني أنت الأفضل، ممنوع إنه حدا غيره. يعني إذا البنت ما بتطلع هي الأولى بالمدرسة خربت الدنيا، بتهبط الدنيا، انه كيف مش انا طلعت الاولى. اذا شافت ولد اجمل منها بتهبط الدنيا، انه كيف يعني، ما انا الكوين، انا هيدي النفسيه اللي انت عم تحطي لي اياها براسها لبنتك. ولد عمره شهر وشهرين ما بلبسه انا الا سينيه. خي شو السينيه؟ شو بفهمه بالسينيه؟ شو بفهمه بالسينيه؟ رايح تجيب له سينيه؟ ليه؟ العقد اللي موجودة عند الأهل نحن عم نقلبهم لأولادنا، والعقدة عم بتكون عقدة صغيرة، وهالعقدة هيدي عم تكبر مع الوقت. وبيكبر الولد، وكل ما بيكبر الولد كل ما بتكبر العقدة معه. انطلاقا من هون يا ماما ويا بابا، هالعقد يلي موجودة عندكم بليز ما تنقلوهم لأولادكم، لأنه أنتو عم بتفوتوا جيل عايش بالمشاكل، وهالمشاكل هيدي إلى مستقبل أضرب وأضرب وأكبر وأكبر. رح أخذ بريك تاني أنا وياكم، بعتذر أنه الحلقة ما خلصت، لأنه بعد في كتير إشياء رح نحكي فيها، رح نحكي إشياء كتير رح نحكي فيها نحن عن عن الغيرة. بس هلأ رح أنتقل أنا وياكم للبريك تاني، ومن بعد منه رح بلش أخذ اتصالاتكم على هالنقطة هايدي على 09-914-915، وخارج الأراضي اللبنانية على 00961-9914-915. خلينا نسمع صوتكم إذا كنتوا بلبنان وخارج الأراضي اللبنانية، وبرجع لكم من بعد البريك.
إذن أحبائي المشاهدين، أحبائي المستمعين، نحن وياكم بعدنا مباشرة بهالوقت هيدا رح بلش أخذ اتصالاتكم على 09-914-915. بهالفقرة هيدي أكيد مثل ما قلت لكم إنه فقرة ال أكيد مثل ما عم قلكم إنه هالفقرة هيدي هي فقرة حتى تعطوا أنتوا آرائكم، وأكيد أنتوا الآراء يلي بتعطوها بتغني هالحلقة، لأنه حلقتنا ما خلصت هون، بعد في كتير شغلات رح نحكي عنها بالأسبوع اللي جاي عن الغيرة، ونشوف النقاط السلبية يلي ممكن الغيرة إنه توصلها لإلنا. بس هل الوقت هيدا أي شخص منكم بحاول إنه يتصل، يمكن في عنده خبرية بده يخبرنا إياها، يمكن في عنده شيء بده يشاركنا فيه، إذا كنتوا بسياراتكم، إذا كنتوا على الطريق، إذا كنتوا بلبنان خارج الأراضي اللبنانية، رقم التليفون صار قدامكم على 00961-9914-915. بياخد الاتصال الأول. ألو. ألو. سلام المسيح. صباح الخير. سلام المسيح. يا هلا. معك جوزيف منصور سلامي من العتشاني حد كفاية. يا هلا جوزيف، تفضل. أولا برنامج كتير حلو أبونا، وأنا متابعتي شارتي على طول. شكرا. بس في عندكم شغلة، البث ما عم بيجي مزبوط، والصوت ما عم بيجي على مزبوط بالمنطقة. بالعتشاني؟ إيه حد كفاية، بتعرف العتشاني؟ إيه أكيد ولو إيه. بس هي جوزيف حبيبي المشكلة اللي بدها تكون من صاحب الدش، لأنه نحن أكيد الإرسال تبعولنا أنتو دش خاص ولا أختين اشتراك؟ انا اخذ اشتراك بالدش. اكيد هذا الاشتراك. اوكي هلا بلكي بتترك لنا رقمك من تحت الهواء، خلينا نحكي نحن وياك ونشوف. هلا رح نحكي عن الغيره. نعم اكيد الغيره هن الاهل اللي بخلوا الاولاد يعملوا الغيره. نعم ساعات الاهل بيجيبوا غرض للصبي ويجيبوا لهداك وبدش، ما لازم يميزوا عن بعضهم. صحيح. والهيدي الهدايا والكادويات بين الاولاد بالبيت مش لازم يجيبوها بقى الاهالي. اهالي عم بغنجوا لهم فوق الزوم وعلمونا اشياء منا حلوة. انا ربيت مع اخوتي 7 وجوزت ولادي 2 واحفادي 3، ما عندي يوم ما في غيري لانه علمتهم كيف بدهم يكونوا. نعم ايه. شكرا لك يا جوزيف. علموني يسلمون الانجيل ويسلمون الرسائل يقروها ويروحوا على الكنيسة. انا حفيدتي عمرها 7 سنين الكبيرة، كل احد بدها تقوم تلبس سيارة تروح تخدم القداس، وانا اليوم عم بشوف حدا بيخاف بيروح ولاده. هاي امبارح عملنا اول قربانه بالعتشان 8 اولاد، لا احد يجوا على القداس، ما اجوش لهن ولا اهلهم. صحيح. شوفوا شفت وين هذا ما بيسوى. نحن اذا رحنا باردون اذا ما رحنا على القداس يوم الاحد او رحنا ما بس نرش ايده للخوره يجي بينا يركعنا. ليه ما بس ايد الخوره؟ نعم. وين نحن الموارنه؟ وين مرنينتنا؟ وين مسحيتنا؟ انا نايم بالفرش مقعد عم صلي كل ساعه. شكرا لك يا جوزيف، شكرا على اتصالك والله يشفيك وميرسي كثير لك. كمان بياخذ اتصال جديد. الو. الو. سليم المسيح. معك ابونا. تفضل. ابونا في آية بالانجيل بتقول ليس كل من يقول لي يا ربي رب يدخل ملكوت السماوات. نعم. بس اللي بيعمل إرادة الله. طيب انا بدي اسالك شو هي إرادة الله بالسماء؟ اول اهم واول شيء هي الوسيط الله، انه نحب بعضنا. نعم. بس نحب بعضنا من بطن نغار بنصير نتمنى الخير للبارتنر الثاني. نعم. بس المهم انه نميز مين اللي عم بيغار يا ابونا، يعني العالم وقت بتخلط اللي بيغار بيطلع منه كلام جارح صح ولا لا للي عم بيغار منه. نعم. بس بدنا نميز مين اللي عم بيغار لحتى نداوي. هلا انت اكيد بالحلقه الجايه رح تقلنا شو الدواء للغيره. صحيح. الدواء هو المحبه صح؟ صح المحبه، لانه أوكي. مش من الادويه، من الادويه اكيد. ايه يعني نتمنى الخير لغيرنا مش بس لحالنا، نفصل الخير بدنا كل شيء نحن يعني. نعم. هيدي كمان في انانيه، الغيره بتنتج الانانيه، بتنتج الحقد، بتنتج كلام الجارح والكذب كمان. نعم. بدنا نتمنى الخير للغير لحتى ليه ومش نغار، يعني نشرك بالمحبه غيرنا. صحيح. لانه رب عطانا وعطى الاخر كمان. شكرا كثير على اتصالك. فاذا على 09-914-915 شو في عندكم شغلات تقولوها عن الغيره؟ اكيد انا انه الموضوع هو موضوع صعب وموضوع يمكن بمس مرات كثيره بحياتنا، ويمكن صعبين الناس يلي بدهم يقولوا انه انا بغار. بس قديش حلو انه واحد يطلع على الهوى ويقول انه انا بغار، وهيدي هي الاسباب يلي انا بغار منها. لانه
شغلات كتير مهمة وشغلات كتير ضرورية انه نكون نحن عم نشارك هالأخطاء إذا بتكون هالمشاكل الكبيرة يلي نحن عم نتعرض لها بحياتنا. على 09-914-915 بياخد اتصالاتكم. ألو ألو بونجور. بونجور. كيفك أبونا؟ يا هلا أبونا. بدي أسألك في موضوعين. أول شيء الغيرة هي نحن اللي مننميها ونحن اللي منخليها ما تنمى. بس بتضل معي بس نسي لوطر صوت الراديو شوي. نعم. بعدنا نحن ألو. أهلا. إيه اللي صار أبونا في هلا عم بسمعك من التليفون. إيه أكيد هيدا المفروض. إيه أبونا بدي أسألك شغلة. أول شيء الأهل ما بيسألون لأهل أولادهم أنتوا هيدا أنت أشطر وأنت ما هل... يعني اللي عم بحكيهم أنت حضرتك حكيتهم. بس في شغلة كمان اليوم إذا ابننا عمل شغلة غلط يمكن يسرق مثلا من هو صغير مثلا أو يعمل شغلة غلط. نحن أول شغلة لازم نجرب نحبه ونفهمه انه هالشغله هيدي ما يعملها لانه هي هيدي بتكمل معه يعني بتكبر معه. انا بعرف شغله انه مره واحد اعترف عند خوري ام قال له انا سرقت من جزدين امي وهيك وكذا مدشو عيط عليه الخوري. عاد اعترف عند خوري تاني ما قبل يعرفه اعترف عند خوري تاني ام الخوري التاني قال له انت ليش اخذت من مصاري من امك؟ قال له انا اخذت تساعد رفيقي وقلت برجع برد لهن. قال له خد هلا معك مصاري. قال له ايه. قال له خد هون مصاري فوق هودي وعيد عرف. خبريه ولا واقع؟ لا واقع واقع ابونا واقع. معقول انه صارت كيف يعني هذه بتصير انه اصلا هذا الاعتراف شو عرفك فيه انه هيك؟ قال له خوري. ما هو خبرنا الشاب هو خبر من هو يعني تاثر منه انه وقت اخذ مبلغ صغير من جزدين امه ام رجع له المصريات وعطاه الحل. بس قال له انا اعطيتك الحل بس انا الي عندك طلب انه بتروح بتعتذر من امك وما بتعملها. هي اول شغله. الشغله الثانيه بالنسبه لما بنقول انت لولد انت احسن من الثاني كمان نحن عندنا اثنين بيتعلموا اخوه بمدرسه للمكفوفين. البنت اهلها ما كانوا يقتنعوا منا نورمال منا ناضجه. الصبي اذكى منها. كان الصبي طايش ووحيد على بنتين والاهل منهم متعلمين كثير. كانت المديره لو منشهل كثير لانه في كثير ضغط على الاتصالات. كانت المديره تضل تقول له انه انت ما بيطلع شيء من امرك مثل اختك. ترك المدرسه وهي ما طلع منه شيء وهو شاب شاطر من الشباب الشطار اللي بدك اياهم. اوكي يعني شكرا كثير على اتصالك. ميرسي. باخذ اتصال جديد. الو. بتمنى أنا أن نكون مقتضبين قدر الإمكان لأنه في كتير ضغط على الخطوط وكتار الأشخاص اللي حابين أنه يشاركونا. ألو تفضل. ألو. يا هلا. ألو صباح الخير. يا هلا يا هلا يا هلا. كيفك حضرة المشير حبيبتي؟ هلا العام. يا هلا. منى طعمي من أرنة الحمراء. أهلين. عم بشكرك أول شيء على هالحديث الحلو اللي حكيته. شكرا. هيدا لازم كان يتحكيه من أول الخليقة مش من اليوم. من أول الخليقة لأن كل كلمة حكيتها مظبوطة وبعد الكلمات ضحكوني. إيه شو ضحكي كيف شو؟ وأنا بس بدي أقول لك شو ضحكي شو ضحكي. أنا بغار من شخص بحب يسوع أكتر مني وما فيه. حلو. شكرا شكرا كتير على اتصالك حبيبتي. الله يباركي. كمان بياخد اتصال 09-914-915. قلنا ألو. ألو بونجور أبونا. بونجور. بدي أسألك أبونا هلا كل واحد بغار عنده غيرة بقلبه. مظبوط. بس واحد بغار من التاني من شيء يعني واحد بيكون عنده شيء أحسن من التاني بغار منه. بس إذا واحد ما عنده شيء ليش بده يغار منه؟ ممكن ما يكون عنده شيء. كل حدا عنده شيء. يعني أنت مش موجودة بهالأرض هيك صدفة. انت مش موجودة بهالارض صدفة. انت الله اوجدك لانه في عندك شيء بدك تعمليه. هالشيء يلي عندك الشخص يلي مش بيكتفي بنعمة الله اكيد بده يغار منك عليه. يعني بقدر ما الانسان بيكون مكتفي بذاته بقدر ما الانسان في عندك اشخاص بتشوفيهم يمكن الله مش عاطيهم جمال بتشوفيهم بس بتشوف يعني ياما في شغلات بتشوفيها على اليوتيوب انه هيدي الصبيه يلي مقطشين ايديها وبتعزف باجريها مثلا او الام يلي بتطعمي ابنها مقطشين ايديها عم بتطعمي ابنها
بإجريها، أنه قديش في عندها ثقة بنفسها وقديش عم تشكر الله على النعم الكتير اللي موجودة عندها. فإذا هالقد الإنسان لازم يكون مقتنع بنعمة الله وبنعمه الكتير اللي موجودة عنده. على 09-914-915 قلنا ألو. سلام المسيح. يا هلا تفضل. أبونا مش عم بسمع. كان وقت يخلق ولا صبي ايه؟ نقول زدنا بارودة. هلا هيدي هالموضوع تاني. نعم. بس عن الغيرة، بيكون الولد عمره سنتين بيخلق خيه أو أخته، بيصير يقوله دغري الأهل هذا عم بغار قتلته الغيرة. بس طبيعي أنه الولد هو مهما ما أنا اسمه غيرة، هو مفكر أنه أنا شو بدي أعمل حتى يكون عم يهتموا فيه، يعني ما عم تعتبر غيرة، عم بربوله إياها الغيرة بالقوة حتى بيصل لوقت أنه بصير عنده عدائية تجاه خيه أو أخته 100%. بس هو بيكون طبيعي أنه هيدا عم فكر أنه أنا بدي شو، حتى بالكبار يعني كل واحد فاكر انه انا شو بدي اعمل حتى مثلا نوصل شيء، عرفت؟ اذا عم تعتبر غيري، وهي بتصير ساعتها عدم الفهم بتنمي الغيره. صحيح. السؤال سؤال ما بعرف اذا في، كيف نقدر نجمع بين الحكمه والوداعه بذات الوقت؟ هيدا موضوع ثاني ان شاء الله بنحكي عليه، ان شاء الله بنحكي عنه، لانه موضوع كثير مهم، موضوع كثير اساسي، لانه يا بنصير حكماء بلا وداعه او وداعة بلا حكمه واثنيناتهم كارثه. صحيح. مسيرك ابونا، بس بوعدك انه هذا رح بيكون حلقه من الحلقات يلي رح نحكي عنها الوداعه والحكمه. سجل يا بربر عندك على 09-914-915. الو الو. سلام المسيح بقلبك ابونا. يا هلا تفضل ابونا. يا رب تنجينا من الغيره. ايه. يوم ابونا بتلاقي شخص عم يشتغل ومبسوط بشغلته ومتكل على ربه ومصلي بيده على وجهه والله رزقه، بيجي واحد من طيات الغيم وبيغار منه على شغلته وبيحرق عليه وبيطلع عليه اخبار حتى يطيره من شغله ويقعد محله. نعم. ويحط له العصي بالدواليب ويحكي عليه شروي غروي، وبيطلع بيطلع عليه اخبار بينزعله حياته بينزعله سمعته. بعدين في ناس بتغار بتزرع الشوك بطريق ناس تاني احسن منه، حتى منه بينطروا هالشخص المعطل حتى يغلط له شي غلطه او شي كلمه هيك حتى ينشره وما يخلي له حال. وفي شاب يعني في شباب بعرفهم انا كانوا بيتجوزوا وناويين على الخير وحاطين عقلهم براسهم، بيطلعوا علينا اخبار بيقطعوا له بنصيبه وبيخربوا له حياته وبيته. أكيد أكيد الأذية، الإنسان يلي بغار رح أوصل لها، أنه الإنسان يلي بغار في عنده أذية مش طبيعية، يعني الأذية ما صارت بدمه وصارت مجبولة فيه، وقلت لك أنه لا يرف له جفن، كأنه عادي شيء اللي عمله. على 00961-9914-915. ألو بونجور. كيفك أبونا؟ أنا منيح. حديثكم كتير حلو، بس أنا ما بعرف عندي رأي تاني. تفضل. بحس إنه الغيرة أيام إذا ما كانت حسد، الغيرة أيام بتخلي الإنسان يتطور يحسن. هيدي الغيرة على يلي حكينا عنها الأسبوع الماضي، ما بعرف إذا سمعتيني. لا ما سمعت. لأن إحنا الأسبوع الماضي حكينا إن الغيرة هي نوعين، الغيرة على والغيرة من. هلأ اليوم الغيرة من. نعم. الغيرة على قلنا انه الغيرة على فيها ايجابيات كثير. طبعا. يعني انا بغار على كنيستي، انا بغار على بيتي، انا بغار من حدا شاطر، بغار من حدا قدير، بغار من حدا محب، بغار من حدا كل الناس بتحبه. يعني بحس انه في عندها ايجابيات مش بس انه ايه، بس الغيرة ما تكون ما يعني اذا انت بتغاري من شخص كل الناس بتحبه بتروح بتحطي له متفجره مثلا. لا اكيد عرفتي ما الغيرة للتحسين، انه الغيرة الانسان لما بده يغار بده يكون هو شو بده يعمل. اذا يعني انا باخذ الابونا مثال. نعم. وبغار منه من تصرفاته هيك بحس انه صار مثال لإلي. يسوع هو مثال، ولا ما تخلي بشر على هالأرض يكونوا مثالي. بس كل الناس بتغار، مستحيل يكون شخص ما بيغار 100%. بس احنا بدنا نعرف نرجلج الغيرة تبعيتنا. صحيح. وما تكون الغيرة تبعيتنا للأذية، لأنه غيرة الأذية هي غيرة كتير طبعا. كتير 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 طبعا كتير. وجمعة الجير رح أحكي أنا عن عدو الكار، شوفي هونيك الغيرة يعني عند عدو الكار. مرسي على اتصالك 00961-9914-915. الو بونجور ابونا. بونجور. مدام حداد معك ابونا. يا هلا ابونا. انا بقول الغيره بتجي من قله القناعه، بس يكون الواحد عنده قناعه، مثلا بيقول انه انا
هيدا مثلا عنده سيارة أحلى من سيارتي. نعم. بس ما أنا في حدا بعد أقل مني وفي أقل وفي أقل إلى ما لا نهاية، وفي حدا مثلا بيلبس أحلى مني إنه بغار منه أما عنده بيت أحلى من بيتي. بس ما أنا بدي أقول كمان بعد في أقل مني بكتير، بدي أقنع يعني بالشي اللي الله عطيني إياه. أنا بقول الواحد بس يكون عنده قناعة ويشغل عقله بتخف الغير، وإذا كان ما بغار بيكون مرتاح مع نفسه أحلى وبيكون بحسن أحلى بكل شيء بحياته. أبونا أنا هيك بقول، بتجي الغيرة من قلة القناعة. حضرتك بتغاري؟ أبونا أنا بقول لك شغلي، إيه أو لا. كنا بالمدرسة كان عندنا راهبة اسمها سير فيلومين، كنا نتعلم بيسوعية، كانت تقلنا مثلا إذا أنت قصيري ما تستحي بحالك، بضل في أقصر منك، وإذا أنت كتير طويلة ما تستحي بضل في أطول منك. سير فيلومين كانت تغار من رفقاتها أو لا الراهبة؟ أبونا ما بعرف. أنا رسحت هالشغلة. بشكرك أنا حبيبتي، بس كتير على اتصالك الله يباركك، مرسي كتير على عم بتسأل، بس انه مرسي كتير على اتصالك الله يخلي لي اياكي. لا الغيري، الغيري موجودة عند الكل، شوفوا عنا نحن الاخوارنا قديش موجودة، رح احكي اسبوع الجاي كمان اتصال. الو الو صباح الخير ابونا. صباح النور، كيفك؟ يا هلا بيير معك. ايه بيير تفضل. انا بغار، بغار على بيتي، بغار على مصلحتي، بس بغار على من جاري او من قريبي لا ابدا. اخبرك، اخبرك حادثة صارت مع بنتي. يعني نعم. بنتي كان عندها محل تكريم ازياء صغير، هلا عم بتكبر، فتحت لانه من بعد 4-5 سنين عم بتكبر، وجيت الحي اللي فاتحه فيه القديمه فتحت كبرت. ففي ناس عندنا بالحي غايرين منا، بيجي كل يوم شو كبرتي وشو كذا هيك، ومع انه اللي عم بيحكوا هالحكي معهم مصاري يمكن بيطمونا كل شيء. فشكل مش طبيعي، يعني مش انه كل ما بيقطع هو ذات الشخص او الشخصين كل يوم ذات الشيء، يعني اخر شيء يعني بحسها انه هيدي مرض، هذا مرض اكيد اكيد. يعني يعني ما بيقشع، هو ما بيقشع الكم المهول من المصاري اللي عنده، بيطلع بالكم الصغير اللي موجود عند غيره وبيحسده منه. يعني مع انه بنتي بعرق جبينة يعني تعلمت ودرست برا ودرست هون وكل شيء، وليل ونهار عم تشتغل وبالقوه يعني عم تكبر وعم حافظين وغايرين منه، يعني شيء مش طبيعي. صحيح صحيح، هذا مرض بحسه. اكيد بيوصل لدرجه المرض ومشكله، مشكله كثير كبيره. عم اقول لك انه بعد يعني بالاسبوع اللي جاي رح بتشوف بعد ويلات اكثر بالشغلات اللي رح نحكيها عن الغيره لوين ممكن انه توصلنا. ميرسي على اتصالك على 00961-9914-915. الو الو بونجور، كيفك ابونا؟ انا منيح. لسه عم بتحكوا عن الغيرة شيء سلبي. ايه انا ما بغار، لا بغار من جاري ولا بغار من خيي، كله على الماديات. انا اخر هم بتطلع بحق نفسي شو ربنا عطيني نعم بمشي فيهم وبشكره مليون مرة، حتى بصيروا ولادك كم ولد عندك مدام؟ بالعرض. كم ولد عندك مدام؟ عندي بنتين. عندك بنتين بتحبيهم مثل بعضهم؟ ايه، لانه بنتك صغيره غارت من الكبيره او لا؟ لا ما خليتهم يغاروا. شو قلتي لهم؟ كيف ربيتيهم؟ قولي لي. ربيتهم انه اول شيء ما استثني وحده عن وحده. لما كانت بنتك تيجي تشد اختها بشعرها هي ونايمه، شو كنتي؟ ابونا هن صغار، هيدي طيب اوكي، ما علميني علميني، ملايين العالم عم يسمعوكي، قولي لهم قولي لهم كيف كنت تربيها. ما عم اقول لك انه لا، انا عم اقول لك قولي لنا كيف كنت تربيها لبنتك الصغيره لما كانت تيجي تشد اختها بشعرها، اختها اصلا ولا مره شدت شعرها راسها. طيب مثلا ولا مره قربت لاختها حاولت. ابونا بدي اقول لك شغله، الانسان بعقله براسه بيعرف خلاص، وهيدي ترجع لازم يكون في تربيه للام وللبي كيف يسير الولد، ما هيدا طفل ومش عارف شيء من الحياه. ما هيدا اللي قلناه نحن. ايه انا كان عمرهم 10 سنين قاعدهم حد بعضهم، خبرونا شو عملتوا اليوم وبعدين انا بخبركم. عودتهم على انه يحكوا المنيحه والوحيشه. حلو كثير. كبرتهم بهالطريقه. انا بنتي اليوم اذا بدها تظهر عمرها 30 سنه بتقلي انا رايحه مع الفلان، بتقلي معنا فلان فلان فلان. طب ما هيدا لو تعذبت شوي هني وصغار لكانوا مرقوا مرحله هالادوليسانس، ما انت بترتاح. حلو حلو كتير، بس هيدي يمكن فتنا بمشكلة تانية رح نبقى نحكي عنها، انه
قديش الاهل بيكونوا بوصي على اولادهم، قديش الاهل بيسيطروا على اولادهم، انه بنت عمرها 30 سنه بدها تقول لك انا رايحه لهون وانا اما بدها تعطينا علم خبر معنا اما بركي عملت حادث لا عم فكر بالاشياء السلبيه هيدي ما حدا بينطرهم رح نوصل كمان رح نحكي عن هيدي الافكار يلي انه لما الاهل بعدين مع احترامي لكم الاكليروس انا اشتغلت بالمركز الكاثوليكي للاعلام نعم. حتى الاكليروس بغاروا من بعضهم ما انا شو قلت لك انه انا استثنيت حالنا خليت من ورا قلت لك جمعه الجاي جاي دورنا ما قلت لك انا جمعه الجاي جاي دورنا بس إيه؟ انا نوعي يمكن كاركتري ما بهمني مكتفيه بالنعم اللي ربنا عطيني اياها احسن شيء واللذي بغاره مش قادرين يعملوا مثل غيرهم هيك بس ليعذبوا حالهم ايه انا بشكرك ابونا ميرسي كثير على اتصالك الله يباركك كمان على 00961 9914 915 والعيد يا جماعه الو بونجور بونجورين معك كلوديا تفضلي انا بس بدي اقول لك فكره صغيره يعني انا بحس الغيره مثل حيالله شعور يعني مثل الحب مثل الحزن مثل الفرح مثل كل شعور مثل وزنه بيعطينا اياها الله ونحن بنستثمرها محل ما نحن بدنا يعني انا الحب فيه يكون مدمر وفيه يعمر نفس الشيء الغيره يعني اليوم اذا الغيره اذا انا بغار من حدا وبدي إذا هو أعلى مني أنا بدي نزله لمستوي لحتى ارتاح أكيد هيدا شيء مش منيح بس ممكن أنا جرب أطلع لعنده يعني إذا هو معه دكتوراه وأنا معي ليسانس بدي جرب أعمل دكتوراه مثلا دكتوراه مش ضروري بالعلم بكل شيء تاني يعني إنه ممكن الغيرة تكون تعمر الإنسان يعني إنه يصير بس وقتها تتحول لدمار يعني وقتها تتحول انه انا مني قادرة اطلع لعنده بدي نزله لعندي او بدي نزله بعد تحت اكتر مني لا اكيد هيدي الغيرة مش منيحة صحيح. بس هي الغيرة احساس لا شعوري ما بتصور في انسان بالعالم ما بيحس فيه 100% هذا اللي قلناه نحن بالبداية قلنا نحن انه هذا الاحساس ما في لا صغير ولا كبير يعني رح خبرك خبرية يمكن رح يضحكوا الناس بس انه عند اهلي بالجبل خيف عنده كلب في عنده كلب بيروح بيجيب كلب صغير كلب صغير الكلب الثاني بيعمل ديبرسيون اخذناه عند الحكيم قالنا عامل ديبرسيون انه كيف عامل كيف يعني كلب عامل ديبرسيون قالنا ايه لانتوا اكيد جايبين حيوان صغير حاطينه معه بنفس الوقت وانتوا عم تهتموا بالحيوان الثاني يعني هالغريزه هيدي هي غريزه موجوده عند حتى عند الحيوانات بس اكيد هون قدره الانسان بعقله بتفكيره يقدر انه يرجلج هالاحساس اللي بيكون موجود عنده ميرسي كثير على اتصالك على 00961 9914 915 اتصال الو 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 موجود سلام المسيح يا هلا ابونا بدي اقول لك عن الغيره والحسد انا بغار ما بحسد بغار اذا حدا قريب ليسوع أكتر مستسلم أكتر بيصلي أكتر يعني حاطت حاله بين إيدين الرب هالقد سلام إيه بغار منه حتى لدرجة ما بعرف قديش هي خطيتي عظيمة إني أنا غرت من مريم العذراء إنه ليش هي لا وينك رايحة يا مدام كتير هلا إيه ما هيدا اللي عذبني كتير إنه فينا نحن نكون مثله فينا نقول إيه إذا هو حطنا بهال هالسلام وهال كوني مثله لا كوني مثله وينك يعني صح في أنا خاطئ في شطحات عندك أنا خاطئة كتير بعرف ايه؟ بس الفكرة إنه هالقد بغار من حدا على يسوع هيدا الفكرة يعني بس سوري سامحني لا حبيبتي لا بس عم قلك انتبهي لأنه التعابير أوقات بنشطح فيها تعابير مهمة ما بعرف إذا وصلت الفكرة ايه أكيد بقلبي أكيد أنا مني شريرة لا يعني مش انه ملحدة بالعكس انا كتير مؤمنة بس هذا الضعف اللي فيي ما لشي بركني فيها وحل لي اياها بليز يعني اكيد انت عم تعطي الاختبار تبعولك واختبارك يعني يقدر لانه هيدا الاحساس يلي انت عم تحسي فيه وبالنهاية حلو الواحد يقول شو بحس وحلو الانسان بس انا اللي قلته مدام بتمنى انه انفهم فيه انه بدنا ننتبه لبعض التعابير يعني يلي ممكن تنفهم
بمفهوم آخر وبمفهوم بمفهوم تاني. في أنا مثلا كلمة هون ما فينا شو نحط إن أنا بغار، أنا بغار من الإنسان القريب من الله، لأنه الله للكل، الله للكل والإنجيل للكل، إنه أنت بهالإنجيل هيدا قادر إنك تقرأ الإنجيل وقادر إنك تعيش الإنجيل وقادر إنك تقرب لله. إنه ليش بدك تغار منه للإنسان يلي هيدا الإنسان عرف إنه يختار طريقه؟ يعني أنت بالمقدرات يلي موجودة عندك أنت قادر إنك تكون قريب لله. يمكن الله هو الوحيد يلي بمتناول كل الناس وكل الناس بيقدروا إنهم يحصلوا عليه ويأخذوه، غير السيارة وغير غير بيت. الله هو هو الحب اللامتناهي يلي قدم حاله كرمالنا كلنا سوا. على 00961919915 بتصور إنه ما بقى معنا وقت. بدي أعتذر من كل الأشخاص يلي حاولوا إنهم يتصلوا فينا وما قدرنا إنه ناخدهم. بدي أعتذر فأذا من كل الأشخاص يلي ما رح نقدر ناخد اتصالاتهم. بس أنا بدي أذكركم بحدثين رح بيكونوا عنا بإذاعة صوت المحبة. الحدث الأول هو ب 21 شهر رح بيكون في عنا مسيرة القديسة ريتا. إذا كل الأشخاص يلي موجودين وبحبوا أن يكونوا معنا بمسيرة القديسة ريتا بتطواف يلي رح نعمله بمناطق كتيرة بيتصلوا فينا على 09-914-915. أما كل الأشخاص يلي بدوا يبلشوا يحضروا حالهم حتى يكونوا موجودين معنا بمسيرتنا من جوني إلى حريسة بنهاية الشهر المريمي بالسبت الأخير من الشهر المريمي، كلكم بتمنى أن تكونوا موجودين. أكيد رح نبلش نحن وياكم ناخد كل الاتصالات، ناخد كل الأسماء، ناخد كل الضياع، ناخد كل المناطق يلي رح بيكونوا موجودين معنا حتى مثل العادة نكون عم نصلي لإلكم ونصلي على نيتكم ونصلي على نية ضياعكم ونصلي على نية عيالكم كلها سوا. إذا لهالشهر هيدا هالنشطين هود يكونوا مستعدين لإلنا ب 27 أيار إنه تكونوا موجودين معنا و 21 أيار بمسيرتنا مع القديسة ريتا. أكيد في نشاطات كتيرة، كل الصيف رح بيكون مليان بالنشاطات، رح بيكون مليان بالرحلات. كل الأشخاص منكم بحبوا إنه يروحوا معنا رح بيكون في عنا أكثر من 12 بلد بخلال هالصيف برحلات متنوعة وبرحلات كتيرة. إذا كل شخص منكم بحب إنه يكون موجود معنا، كل شخص منكم بحب إنه يرافق إذاعة صوت المحبة أو تشاريتي تي في ويكون موجود معنا بهالرحلات، ما إله إلا يتصل فينا على 09-917-917. أنا وياكم لهون رح أوصل لنهاية حلقتنا. هالحلقة هيدي كانت مميزة، كانت مميزة جدا باتصالاتكم. مشان هيك انطرونا بأسبوع الجاي كمان بعدنا بسلسلة الغيرة يلي عم نحكي عنها، إنما هالمرة يلي رح نحكي فيها هي عدو الكار. ورح منحاول إنه نحكي ونشوف إنه الغيرة قديش ممكن إنه تكون مأزية، وخاصة إذا كنت أنا والشخص الآخر نشبه بعضنا، أنا والشخص الآخر نمشي بنفس بوظيفة واحدة أو بعمل واحد أو ب بالتصرف تبعونا بصب بنفس المكان. رح نحكي عن شغلات كثيرة بالغيرة. ملتقانا نحن وياكم الأربعاء الجاي بإذن الله. لهون بوصل أنا وياكم لنهاية حلقتنا وبقلكم الله معكم.